أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أكدت لجنة المالية النيابية في العراق أن الموازنة ستتحول إلى المعضلة الأكبر في العراق، خاصة مع الحديث عن عجز كبير في موازنات العام المقبل. وقالت اللجنة أن لجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020 قدرت العجز المتوقع بنحو 72 تريليون دينار، في حين أن الإيرادات السنوية في العراق تتراوح بين 60 إلى 70 تريليون دينار. وأضافت اللجنة أن حجم المخصصات للموازنة التشغيلية والرواتب ستصل في العام المقبل إلى 48 تريليون دينار، في حين كانت 36 تريليون دينار في السنوات السابقة، بعد استحداث 6500 درجة وظيفية لميليشيا سرايا السلام التابعة للصدر وأخرى ب 28000 عنصر في ميليشيا الحشد. قالت هيئة التفتيش بوزارة النفط أنها ضبطت أربعة صهاريج لتهريب النفط في محافظتي التأميم وصلاح الدين. وأكدت الهيئة أن اثنتين من هذه العمليات ضبطت في محافظة التأميم والأخرى في محافظة صلاح الدين، وأن هذه الصهاريج النفطية لا تحمل أوراقا ثبوتية رسمية. قالت شركة لوك أويل الروسية أن متوسط إنتاجها من النفط والغاز في العراق قد ارتفع بنسبة 2.8%. وأكدت الشركة الروسية أن إنتاجها السنوي في العراق قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ أكثر من 2 مليون برميل يوميا في كل مشاريعها باستثناء مشروع الجورنة 2 في البصرة. وأضافت الشركة أن إجمالي إنتاج النفط تجاوز 42 مليون طن في النصف الأول بزيادة قدرها 1.3% سنويا. طلب النائب عن محافظة ديالى حسين الزهيري الحكومة بإعادة النظر بقرار إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع إيران. وقال الزهيري أن قرار الإغلاق أوقف الحركة التجارية مع إيران، كما أن هذا القرار استند إلى مسوغات غير مقبولة، وكانت الحكومة قد أغلقت منفذ مندلي الحدودي مع إيران بسبب إعادة إعماره وتطويره. قالت هيئة المنافذ الحدودية أنها ضبطت ثلاثة مسافرين عراقيين بحوزتهم مبالغ مزيفة بمنفذ الشلامجة الحدودي بالبصرة. وأضافت الهيئة أن المتهمين الثلاثة ضبط بحوزتهم 10 ملايين دينار عراقي. يذكر أن ظاهرة تهريب المبالغ المزيفة قد تزايدت في الفترة الأخيرة، لا سيما عبر المنافذ الحدودية بين العراق وإيران. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.